صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا. عندنا النهارده ان شاء الله عاملين جمبري وعاملين كمان اومليت، عشان في حد كان اتصل امبارح وقال عايزين طريقه الاومليت القرص. عاملين كمان جبنه بالفلفل، والحلو بتاعنا النهارده كرواسون سنب ايش بالقرفه كده والحليب المكثف. طيب عندنا النهارده الجمبري عاملاه بطريقه جديده خالص بطعم دبس التمر، يعني بدل دبس الرمان في بيتباع كده في برطمانات دبس التمر. عايزه اقول لكم يعني تعتبر الوصفه وصفات السويت اند ساور شويه، ماشي. معجون تمر او دبس تمر يعني المتاح هينفع مع الوصفه دي. عندنا بقى جمبري زي ما انتم شايفين كده متقشر، بس سايبه ديله، وبصل وطماطم فلفل رومي فصوص ثوم، معجون التمر الهندي، عصير ليمون، شطه هريسه، توابل سمك، زيت، وهنقدم معاه رز بسمتي. طيب هشطف بس الجمبري شطفه كده بسيطه. هحط عليه حبة ليمون. وأقلبه وأسيبه إيه يتصفى. خلاص. طيب عقبال ما يتصفى، عقبال ما يتشطف شطفة كده، هجيب الثوم. وايه واجرشه واحطه مع الزيت، احط حبه منه مع الزيت والجمبري ايه بينزل. نحط بقى الجمبري كده. كبير او وسط يعني الاثنين هيبقى طعمهم حلو. بس كده معانا ياسمين. ايوه ياسمين حبيبتي يا ردوده، صباح الفل. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ صباح القشطه، عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي، تمام الحمد لله الحمد لله. انا بتعلم منك حاجات كتير على فكره. شكرا يعني. ليكي والله، احنا سن بعض على فكره وبتعلم منك حاجات كتير. شكرا ليكي يا حبيبتي، اهم حاجه تكوني بتعمليها بس. لا انا بعملها ما تقلقيش. طيب دي اهم حاجه. طب قولي لي، عايز تساليني على حاجه؟ كنت عايز اسال على الفراخ بتاعت امبارح، التوابل بس عشان هعملها النهارده، قلت بقى ايه اجربها النهارده كده معاكي. حاضر حاضر، هنزلها لك حالا دلوقتي. على فكره طعمها حلو قوي الفراخ بتاعت امبارح دي، فعلا توابلها تجنن يعني. ماشي هنزلها لك حالا دلوقتي. طيب انا بس وانا بتكلم الزيت كان سخن قوي، حطيت الثوم، فعايزه اقول لكم هاخد الزيت ده بس مش هاخد التوم، عشان التوم هنا متحمر قوي، ممكن نستخدمه في حاجه ثانيه. انا شخصيا ده ممكن اكله مع الجبنه البيضاء المتحمر ده. طيب هاخد الزيت بس لوحده. اهو مع حبه زيت تانيين، وهحط الجمبري.
هحط فصين ثوم كده وايه واقلبهم. بس عشان سخن الطاسه سخن قوي هيقلب اورانج على طول. الزيت ده اصله بيبقى فيه نكهه الثوم فهيبقى حلو قوي. بس اعمل بقى فصين كمان بدل اللي اتحمروا دول. واحط ايه الملح والفلفل الاسود نقلب. بهارات السمك او بهارات الجمبري بتخلي طعمه لذيذ قوي. الليمون بس واحط له البصله يستوي ايه معاه دلوقتي. نقلب كده كويس قوي. عايزه اقول لكم ده يتاكل مع رز بسمتي يتغمس بالعيش طعمه فظيع بجد يعني. خلاص هيبقى فاضل ايه بقى من الوصفه؟ هيبقى فاضل الطماطم والفلفل والهريسه ودبس التمر. لما بسيبه يستوي شويه واحس ان هو استوى بشيله وبحط الطماطم والفلفل والهريسة وبعد كده بحط معلقة من التمر يستوي جواه. انا عايزة الصوص بتاعه يبقى حلو كده عشان هو هيتاكل مع رز سادة. ممكن طبعا الرز يبقى اصفر او ابيض. طيب احنا كده خلصنا الجمبري المرحلة الاولى. لما نرجع هيكون جاهز ان احنا نحط له الطماطم والفلفل ودبس التمر. نطلع فاصل نرجع تاني خليكوا معايا. رجعنا تاني من الفاصل. بصوا بقى الجمبري شكله عامل ازاي اهو تقريبا استوى. هدوقه بس هستنى بس يبرد ثواني عشان نشوف استوى قد ايه. حط بس شوية من البصل ده احط الطماطم واسيبها كده اقلبها مع البصل وتوابل السمك. عايزة اقول لكم عاملة ريحة حلوة قوي والصوص هيبقى يجنن. واسيبها تتسبك شوية احط معاها الهريسة. طبعا الهريسة ممكن نختارها باردة او حارة زي ما انتوا عايزين. خلاص طيب تعالوا عبال ما الطماطم تخلص نعمل ايه كرواسون. النهاردة عاملينه بكريمة السينابون.
طعمه حلو قوي وفي نفس الوقت بسيط جدا وسهل ما فيهوش اي حاجه. هيدخل الفرن 5 7 دقايق بالكتير. طيب عندنا كرواسون عادي من جايبينه من اي مخبز ساده وصغير، عندنا عين جمل، عندنا كمان قشطه وحليب مكثف وجبنه مثلثات او اي نوع جبنه من الجبن اللي فيها قشطه، وعندنا كمان سكر بني وفي قرفه. طيب هنعمل ايه؟ هحط، نجيب بس معلقه ننزل بيها الحلويات دي، هحط قشطه انا هنا سيحت شويه زبده، هحط بفكر اعمل كله على السخن، هحط القشطه مع الزبده. معانا الحاجه بدر. صباح الخير. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازيك انت؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي. الحمد لله معاكي، كل حاجتك جميله زي بالظبط. شكرا شكرا ليكي حبيبتي بالزبط. شكرا. الكفته كانت جميله والفراخ كله شكرا ليكي يا حبيبتي. مبسطه وجميله والله. تسلمي لي يا حاجه بدر، تسلمي لي يا حبيبتي. بين ايديكي يا رب. امين يا حبيبتي. امين يا رب. يا رب وفقك وديك الصحه والعافيه يا رب. امين. شكرا ليكي، صباحك زي الفل. يعني في احلى من كده الواحد يصحى على دعوات حلوه كده. احمد نزل بس وصفه الفراخ بتاعت امبارح ماشي، عشان بس ياسمين كانت طالباها. طيب انا هنا عملت ايه؟ الزبده حب مكعبين او 3 زبده، قشطه، جبنه اي نوع جبنه مثلثات عندنا خلاص، وحليب مكثف محلى، عين الجمل كده اهو، اوكي. طيب هقطع كده الكرواسون كده، يعني على فكره مش لازم نجيب صغير لو احنا هنقطعه، يعني ممكن تجيبوا 1 2 3 كبار وتقطعوه، ده بيبقى حلو على فكره لو الكرواسون نشف شويه كمان. طيب كده احنا عملناه، هحط رشة قرفة هنا كده واقلب. هنزله كده، والله ريحة تجنن تجنن الريح. رشة سكر. انا اصلا قلت لكم المقادير ولا ما قلتش؟ هقول لكم المقادير لان لسه فيه كمان ايه خطوتين ما هنعملهم بس كمان شويه. طيب تعالوا المقادير. ميني كرواسون، جايبه كرواسون او ميني او اي نوع كرواسون، زبده وقرفه وسكر بني، ربع كوب عين جمل مجروش، والصوص ده مع بعضه، والصوص علبه قشطه وجبنه كريمي وكمان حليب مكثف، هحطه زي ما هو في الفرن، وبعد لما احس ان هو سخن كويس قوي اخر حاجه احطها الشوكولاته واحطها تاني 2 3 دقايق. خلاص اهو. تعالوا نشوف بقى الايه الجمبري. زمانه برد بس عشان بيقرش شويه. فاضل له حاجات بسيطه، توابله مظبوطه جدا. هنحط بقى الهريسه زي ما قلت، بارده او حاره يعني زي ما انتوا حابين. الفلفل، نحط الاول معلقه التمر، خلي طعمه لذيذ جدا.
الفلفل خلاص كده. طيب هحط ربع كوباية مية مغلية واول ما احس ان كله بيغلي مع بعضه هنزل الايه، والله ممكن انزل الجمبري من دلوقتي يعني مش هيقول حاجة، يغلي معي. يلا صدور الفراخ بتاعت امبارح اهي، اهم حاجه عشان تطلع مظبوطه، بس عشان ياسمين كانت طالباها الكاري والكركم والسبع بهارات وجوز الطيب وايه، وحطينا ايه تاني، كاري وكركم والبابريكا. ماشي، البهارات دي كلها موجوده عندنا في البيت، هي دي اللي بتخلي ليها طعم مميز يعني. بس نمسح كده عشان حاجتنا تبقى نظيفه وزي الفل كده وحلوه. بس كده عملنا الجمبري، فاضل ان هو يستوي قدامه مثلا 10 دقايق عشان يخلص. ده بنقدمه زي ما قلت مع رز بسمتي، رز مصري، ماش بوتيتو نغمسه بالعيش وبيبقى جاهز على الاكل. عملنا ايه تاني؟ عملنا سينابون بطريقه بسيطه بالكرواسون، جبنا كرواسون قطعناه وكنا مسيحين زبده معاها حليب مكثف معاها رشه سكر بني ورشه قرفه معاها كمان جبنه مثلثات وقلبنا كله مع بعضه وقشطه وحطيناها على الكرواسون مع عين الجمل المجروش. التوبنج بتاعنا هيبقى عباره عن قرفه وسكر، وممكن السكر لا، قرفه وشوكولاته، جايبين شوكولاته كده فيها كراميل مع عين جمل. نبص كده على لسه شوي، نطلع فاصل نرجع تاني، خليكوا معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى الكرواسون اللي هو بكريمة السينابون بقى عامل ازاي، شايفين الجمال. فاضل بقى الخطوة الأخيرة، أي نوع شوكولاتة عندنا، شوكولاتة بالكراميل، شوكولاتة سادة، هنحطها ايه؟ ماشي اوكي، ندخلها الفرن واخر خطوه بنرش عليها ايه؟ عين جمل من فوق الوش. انا شايفه حتى انها مش محتاجه قرفه تاني. طيب عقبال بقى ايه ما تخلص، تعالوا عندنا النهارده البيض الاومليت، كان في حد طلبه مننا امبارح، هنعمل النهارده قرص بيض اومليت حلو قوي ومعانا كمان جبنه بالفلفل تحفه تحفه بجد. تعالوا نشوف البيض محتاجين ايه. محتاجين بيض، جبنه موتزاريلا، زبده، كريمه. الحاجات اللي ممكن تتشال الموتزاريلا عادي، انا هرش رشه كده بسيطه. الزبده مهمه، الكريمه بتخلي طعمها حلو، لو مش متاح خلاص مش مهم. هجيب البيض كده واكسره، وطبعا بحط عليه ايه، ملح وفلفل اسود حبه حلوين. كده اهو، فاضل حاجه ولا خلاص؟ خلاص طيب، هحط جوه البيض الاومليت زبده سايحه زي ما انتم شايفين كده، فلفل اسود، ملح، نقطه خل، وابتدي اقلبه كويس قوي. حطيت زبده او زيت يعني، ماشي،
معلقه بالظبط من الكريمه، حتى انا مش عايزاها تبان، هو بس هيخلي طعمه حلو قوي. موتزاريلا او شيدر كده، دي اختياريه بس بتخلي البيت طعمه حلو قوي. ما انا لازم اعمل لكم تكايه برده جديده يعني. الزبده كده تمام. البيض الاومليت على نار هاديه جدا، بسيبه لحد ما ايه ما يستوي. وطبعا كل ما الطاسه بتبقى صغيره كل ما احنا بيبقى سهل ان احنا نقلبه اكتر. يعني ده انا مش هقلبه، انا هغطيه لغايه ما يستوي. نبص كده على الجمبري، انا شايفه ان هو استوى اصلا. تعالوا نعمل الجبنه بقى. الجبنه اللي محتاجينها النهارده هي سلطه الجبنه بالفلفل. فلفل احمر مشوي بيخلي طعم الجبنه تحفه، وتوم كمان، في زبادي ورشه ملح لو الجبنه ما تبقاش حاده قوي، بقدونس، وهنقدم معاه عيش شامي، وممكن كمان زيت زيتون. خلاص، بما ان الفرن شغال ممكن اجيب كده زبده، ورق زبده يعني، واجيب حبه كده من العيش الشامي. نعمل كده عادي، اي قطع عشوائيه نفكه بس من بعضه كده، بما ان اصلا الفرن مفتوح وفي جبنه بيضه، ده بيبقى حلو قوي، لذيذ قوي مع الجبنه البيضه. خلاص، هنجيب بقى زيت زيتون. حاجة بسيطة كده. وإيه؟ ورشة فلفل أسود، وهدخل الفرن. ماشي، نبص على البيت كده. لسه اهو، ما انا لسه كنت فاتحاه. خلاص كده ماشي. تعالوا بقى نعمل الجبنه البيضه. فلفل احمر مشوي اهو، يخلي طعم الجبنه يجنن. جبنه فته، وبما ان في عين جمل صراحه هنا يعني هاخد حبتين كده ثلاثه. زبادي يخليها طريه وناعمه قوي. توم، حبة بقدونس،
بس كده الجبنه البيضة خلصت. قبل بقى ما اطلع فاصل هغرف الجمبري. يلا بينا. اهو بصوا اتفرجوا، شايفين؟ شايفين كمية الصوص التحفة ده؟ نظبط بس الطبق بتاعنا. شوية صوص يعني خطير. ده واتبقى شوية من الصوص ده، خلصنا الجمبري واتبقى صوص، اوعى ترموه زي ما هو كده، تضربوه في الخلاط تحطوه في الفريزر، نستخدمه لوصفة تانية من وصفات الجمبري او السمك. خلاص كده خلصنا وصفة الجمبري، نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل، نشيل بقى بسرعة كده السنابن بتاعنا الحلو ده الفظيع. انا عايزاك تبص عليه لما الشوكولاتة ساحت بقى عامل ازاي. اتفرجوا اتفرجوا على الشوكولاتة وهي سايحة. عين جمل. اوكي والله العيش اللي احنا حمرناه ده خلص خلص، ما خلصش مش مهم. تعالوا نشوف بقى، احنا عندنا مشروب، بصوا هو مش هقدر اقول عليه شتوي لان انا ممكن اشربه برضو في الصيف، بس في الصيف ممكن اشربه بارد، في الشتاء احب اشربه دافي. خلاص طيب عندنا ايه؟ عندنا رمان وفراوله وليمون اداليا ونعناع فريش وجنزبيل فريش وكركديه وممكن سكر او عسل ابيض وميه سخنه. هنعمل ايه؟ هحط الفراوله، الرمان زي ما انتم شايفين كده، التفاح، الجنزبيل الفريش، ليمون اداليا. والله يعني هو انا هنا هغليه غلوه، في البيت هسيبه منقوع في الميه السخنه دي ممكن ايه ساعه او ساعتين حتى، بس انا هنا هغليه غلوه عشان ايه تشوفه. خلاص اهو كركديه، ورق نعناع، كل ده مع ميه مغليه. خلاص نشوف ايه اخبار ايه. اهو هو استوى، خلاص استوى، يقولي شيليني خلاص كده. يلا بينا احلى بيض اومليت. بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل بس كده، نجيب دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شايفين القرص نزل اهو زي ما هو. عايزة بس اتخره كده شوية. طيب نحطه بايه؟ ممكن نحط عليه بقدونس، وفاكرين بقى التوم اللي اتحمر مننا ده؟ واحط حتى شويه على الجبنه البيضة. تمام؟ يلا شايفين شكله حلو قوي. عندنا بقى الجبنه البيضة اللي بالفلفل المشوي والتوم، فاضل نحط لها ايه؟ زيت زيتون، بس انا هحط لها زيت زيتون ايه في الطبق.
الريحة مش طبيعية، الريحة تحفة. طب نحط لها ايه بقى؟ عندنا كذا والله كذا حاجة. ما ننساش الليمون. نحط لها ايه؟ الجبنة البيضة نزوقها بايه؟ عندنا فلفل مشوي نزوقها بيه، وعندنا كمان زيت بالثوم المعمر، وهنحط لها كمان حبه زيت زيتون. الجبنه البيضه بتحب زيت الزيتون قوي. بصوا شايفين فلفل مشوي نحطه برضو، مش هيقول حاجة. حبة ايه؟ بقدونس. كده خلاص، كده خلصنا الجبنة البيضة الحلوة دي، وانا محمرة عيش ان شاء الله كده ايه عقبال ما اخلص يكون جاهز. طيب تعالوا مع بعض بقى هنعمل دلوقتي المشروب بتاعنا. اول ما يغلي غلوة كمان هبتدي ان انا احطه. خطير، عايزة اقول لكم طعمه اوه مفيد جدا وصحي جدا. في الشتاء نشربه كده في مج كده بمية سخن، وفي الصيف نحطه في التلاجة نشربه بارد مع التلج. يغلي غلوة كمان وهبتدي ان انا احطه. نزوق كده اللي هنقدم فيه، هرش عليه رشة سكر بسيطة ويفضل عسل. يعني انا بعد ما جبت السكر لا كنت المفروض احط فيه عسل ابيض احسن. اوكي والله لا لسه، حرام عليكم. الله الله الله، نحط كده بقى ايه شويه الفواكه هنا عقبال بس ما يهدى شويه عشان لما نيجي نحطه زي ما قلت لكم نشربه سخن، سخن او بارد طبعا كل واحد حسب ما يحب، بس هو كمان طعمه حلو قوي. نطلع العيش بقى عقبال بس ما المشروب بتاعنا يهدى شويه. العيش ده مخصوص للجبنه البيضه، هي الجبنه البيضه حلاوتها مع العيش المحمص ده. وهنا كرواسون هنا بما ان اتبقى شويه هحطه كده. خلاص العيش كده اهو هنا. يلا بينا. اوكي نحط بقى المشروب بتاعنا.
خلاص شايفين شكله وجماله حلو قوي. على فكره ده كده مركز، احنا ممكن نحط كمان ميه مغليه عليه عشان يبقى اخف شويه لو انتوا عايزين، هو كده مركز شويه. خلاص كده خلصنا حلقه النهارده بتاعت الهوا، يا رب تكون عجبتكم. النهارده عملنا وصفات جميله ومفيده ومغذيه، عملنا كرواسون بكريمه السنابون، عملنا جمبري بنكهه او بصوص صوص التمر، التمر حلو قوي، عملنا كمان وقدمنا معاه رز بسمتي، عملنا كمان بيض اومليت قرص زي ما انتوا اهو عايزين، بيتقطع بسهوله جدا بالسكينه اهي، شكل مثلث كده زي البيتزا، شايفين اهو بصوا كده ماشي. عملنا جبنه بيضة بالفلفل المشوي مع الثوم وزيت الزيتون والبقدونس ورشه ملح والزبادي، وعملنا المشروب الشتوي الحلو قوي اللي بالفواكه الرمان والتفاح والفراوله. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله بكره على خير، باي باي.